الله عليكم والله بحبكم قوي ودايما احب اقول يا احلى اسم في الوجود تم إنشاء 21 وحدة صحية جديدة وقلنا لابد أن أبنائنا وشبابنا وبناتنا يعرفوا أن تكوين أسرة بمكوناتها الكاملة وبما فيها الصحة لابد أن يشعر بيها أبنائنا وشبابنا وألف مبروك والنهاردة بتشارككم أم عزيزة هي الأستاذة كريمة مختار اللي جت مخصوصة عشان تحيي العرسان وتحيي أبناء وبنات يعني المنيا والمواطنين حاسب يا عم كابتن كابتن حاسب يا أخويا رايز ناس اللي بترش أنا برضو من السيدة بنشكر شركة اريال سقفة كبيرة أوي الاريال معانا الأستاذ زياد مراد من شركة اريال